فضيلة الشيخ، هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل ومآسي الأمة الإسلامية؟ ديننا ما هو دين فوضى، ديننا دين انضباط ودين نظام وهدوء وسكينة، والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها. ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة ودين انضباط لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام. نعم، والحقوق يتوصل إليها بغير هذه الطريقة. نعم، توصل إليها بالمطالبة، المطالبة الشرعية، طرق الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ، المظاهرات هذه تحدث فتن، تحدث سفك دماء، تحدث تخريب أموال، تخريب أموال، ما يجوز هذه الأمور. نعم.